قبل شوي كان في بنت هون، وين راحت؟ أنا آخر مرة شفتها مع الست رنا. من وين راحت؟ من هاي الجهة. شكرا. إليف، خفت كتير إني ما لاقيكي. ليش عم تدور علي؟ أنت عملت كل شي بيطلع بإيدك، وأنا بتشكرك من كل قلبي. شو رح تعملي؟ وين ناوية تروحي؟ ما بعرف، بدي لاقي شي مكان. أنا بعرف كم طالب من طلاب الجمعية، هنن عم يعطوا دروس وأنت فيكي تروحي لعندهم. المشكلة ما فيك تروحي وانتي محجبة. أنا أكتر من مرة قلت لك شيلي، يعني الضابط قدرت ما فوتك على البيت بسبب هاي القصة. منيح إنه ما قبل يفوتني. أنا بفضل موت من الجوع والعطش ألف مرة على إنه آكل من بيت هذا البني آدم، لأنه الفوت على بيته كفر. وفوقها شو بدي أحكي؟ وفوقها عم يبعث لي مصاري كأني شحادة واقفة على باب بيته. هاي إجا الباص ليكو. وين بدك تروحي هلأ؟ شو رح تعملي؟ والله ما بعرف. سامحني يا عزيز. عمو عندك كروت؟ ايه في. وقف يا معلم. شكرا. ليش ركبت عزيز؟ لاني حابب اعرف هالباص لوين رايح. لا تواخذوني يا جماعه، بس فيني افهم انه عزيز بيك لحق هاي البنت المحجبه؟ يعني ما بعتقد. شو هالحكي؟ ليش حتى يلحقه ويعمل هيك شيء؟ هو صار معه أكتر من قصة، يعني سيارته انسرقت وتبهدل بالطرقات، لهيك بيكون تعبان. خليه يرتاح ورح يرجع طبيعي. لا تواخذوني، أنا رح أطلع على غرفتي. كنت أنا بصب لك. وأنا هيك رأيي كمان، عزيز ما بيعمل هيك تصرفات غبية أبدا. العسكري إذا ما قدر يحمي موقعه ورتبته فبيكون مانو عسكري، وإذا هو صهري طبيعي يكون عائل، لأنه الإنسان اللي مانو مطيع بيزعجني كتير، ومن وضعي كأب وضابط حاسس كأنه صبري رح يخلص ويخلص ويخلص ويطفح الكيل، وبلحظة صغيرة كل شي رح ينتزع، يعني تماماً رح يصير هالوضع بيشبه طاولة هالصفر هي.
سيادة العقيد، فينا نلتقي بقيادة الموقع. شكرا. يلا كلي قبل ما يبردوا. جبت لك فطاير بالجبنه وباللحمه لاني ما بعرف شو بتحبي. ليش ما في عنده بطاطا؟ والله ما خطر ببالي. بدك بجبلي؟ لا خلص باكل هدول وبكفي. امي كانت تعمل فطاير بطاطا طيبه كتير. يا ريت هي كانت معي بهالمكان وقدرت تشوف هالاماكن. خلاص وقت انت تصيري دكتوره بتمسكي ايد امك وبتجيبيها لهون ماشي؟ ايه ان شاء الله. يلا خلصي أكلك بقى، لسه في عنا شغل كتير. رح ندور لك على مكان. طعمه بجنن. صحتين وهنا.